صبح عندك اليوم بهالقصص وبهالسوالف هاوي وتاخذ من الاخبار وتنقل من العلوم. ونبي نخلي لك الاختيار. ابشر طامرك ابشر. ابى الضيف انا لو انه عضو نخلي له المجال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اول شيء اصبحكم بالخير الحاضرين وجميع من يعمل قناة بدايه وجميع من يتابعنا واحبابنا ومتابعيني ومتابعينكم. نصبحهم بالخير والله يجعل صباحهم ان شاء الله وصباحنا صباحهم بس بالمسرات. امين. انا عندي ابيات عامه. انا دائما انا حن للماضي. ونذكر ماضي اجدادنا القدماء يعني من كل ما هي ما خص احد. والابيات هذه عامه وانا ثرني ماني شاعر الحياه لكن اقصد في شاعر وفيه قصاد يقول فلان يقصد. يا سلام قليل اللي يعرف ايش معنى الثنتين ذول يا ابو بندر بيض الله وجهك. الله يطول عمرك. لا فيه لا والله فيه شعار ما سبحان الله. يقول لنا الشرف نذكر من يفعل الطيب. لنا الشرف نذكر من يفعل الطيب حق على ذكر ماضين الافعال لو هم من الاجناب ولا الاقاريب نحب من يفعل ويافي اليا قال اهل المروه والنقاء والمواجيب لي على النيه يحثون الارحال اهل القلوب الصافيه المناجيب اعزاز نفوس ما همهم زايد المال الجار 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 من الجار من جاره ما يدخله ريب بقلوبهم مال الوساويس مدخال ما لفقوا للجار كثر العذاريب ولا داوروا الجار بشينات الافعال ولا داوروا جاراتهم ولا داوروا جاراتهم بالمعاييب الكل الجاراته كنا لهن خال والبر والبر بالارحام ما بها كاذيب كم كم سطروا في ارحم جل الاعمال الجار حقه والخوي من المواجيب وبقلوبهم اللطف للعم والخال وللضيف والطرقي ونعمة المعازيب أهل الكرم والجود لو الدهر مال شيمة وشهامة والحياة له مقاضيب عفة سراحة والرزانة لها رجال بكل الجزيرة شرقها والتغاريب وجنوبها وشمالها منبع أبطال هذه صفات أسلافنا والمطايب أفعالهم من بعدهم مضرب أمثال بقيادة الأسعود تعامل صعيب حامين دين الله من جيل لأجيال وسلامتكم. بيض الله وجهك صح لسانك وجهكم بيضة وصحة أبدانكم.